ويعملوا بلاغ. كل لحظة أنا كنت مرة متوتر وعبكي يعني، قام لأنه أنا ضربت معاه وتعاقبوا معايا. يا زهير وبني جيني من ذا اليوم جيت لكم فيديو جديد، والفيديو رح يكون عن قصة جديدة. بس قبل ما أبدأ الفيديو حبيت أنه أنا أبارك لكل الشعب السعودي باليوم الوطني، وكمان أقدم لكم عرض خاص أول إعلان لي للشعب السعودي، لأنه أغلبية متابعيني من السعودية وأغلبية الناس اللي دعموني من السعودية، وكان من أول ما فتحت القناة كان أغلبيتهم سعوديين، فحبيت أنه أشكركم وأقدم لكم أول إعلان لي. طبعا أنا متوترة مرة لأنه هو الإعلان لي، طبعا أنا ما أخذت أجر عليه ولا شيء، بس حبيت أنه يكون إهداء لمتابعيني من السعودية. طبعا هذا هو سماعة استوديو، هذا يكون العلبة بهذا الشكل. هذه السماعة هي أول سماعة تعزل الشخص عن الضجيج، وفيك تتحكم بالأصوات، وفيها ثلاثة ألوان اللي هو الأخضر والأبيض والأسود. ممكن تشتري، شوفوا شكل العلبة مرة كيوت، أنا صراحة حبيت، أحس فخامة من جد. وهذه هي شكل السماعة، طب هذا الشكل وخلاص. وهنا في شحن خاص، وغير كذا انه يجيبوا لك مع كل سماعة تشتري شنطة صغيرة تحط فيها اغراضك. مرة حبيت شكلها، مرة كيوت وعجبتني الشنطة، شكلها مرة حلو. يعني تاخذيها بهذا الشكل ولا تبسي بهذا الشكل، اغلبية الكوريين يستخدموا زي كذا شنط، يعني من جد هذه مرة الشنط عملية وكذا ومريحة. وغير انهم يجيبوا مع السماعة وكذا هدية خاصة اللي هي محفظة تحط فيها الفلوس، لونه مرة حلو، وغير كذا صغيرة وجميلة يعني لطيفة. غير كذا يجيبوا معاكم كل لغات، بما اني انا عايشة في كوريا اعطوني الوصف حقت السماعات بالكوري. ممكن يجيبوا معاكم على حسب دولتك، يعني بعدة لغات يجيبوا لك الوصف، ممكن يوصلوها لكل دول الخليج والشرق الاوسط. غير ان السماعات هذه في لها تخفيض خاص، اذا حطيتوا الكود حقتي، فاذا حطيتوا راح تاخذوا تخفيض خاص ل 14 اغسطس. واذا حبيتوا العرض فاشتروا كود خاص بحط في صندوق الوصف، روحوا عليه واشتروا من هذا السماعات، بحط لكم الرابط، رابط المتجر في صندوق الوصف. وكمان لا تنسوا تتابعوا نارين وتاسم عائلتنا. يلا نبدا الفيديو. هذه القصة راح أتكلم إنه أول مرة صارت لي في حياتي كان في أول ثانوي. يوم من الأيام أنا كنت زي كل مرة، يعني الشيء المعتاد النورمال حقتنا، أتحرك أنا والأولاد في الحصص ونقعد نعمل مشاكل وزي كذا وننطرد ونروح المكتب وكذا. يوم من الأيام الولد كذا فجأة جاي حاشرني ويتعامل معايا ويتعارك معايا. المهم قمت ضربت معاه، يعني في ذيك اللحظة يعني ضربت معاه، وبعدين أخذتنا الأستاذة عند الإدارة وتكلمت وقالت لازم تصالحوا بعض وما أعرف إيش، ما تتقاطعوا وكذا، ويعني تعطي لنا من درس كل يوم يعني نورمال حقتنا. طبعا لما هنا في كوريا لما تسوي أكثر غلط في هذا تتعاقب وتروح للإدارة، ولازم زي كذا، أو ممكن تتعاقب تقعد واقف وتمسك كذا، أو ممكن تنظف الإدارة كاملة، تنظفها كامل مع عقاب. وكمان يوميا في حاجات كثيرة يعني عقابات مختلفة في المدرسة. فاللي صار انه انا وانا مروحة قلت شوية اقعد في ساحة المدرسة. ساحة المدرسة كان في زي باب كبير يعكس يعني يعمل زي المراية، وانا حبيت انه انا يعني اعمل فيه رقص، يعني اتدرب على الرقص، لانه كنت مرة مهووسة في ذيك الفترة في الرقص، وكان حلمي اني يعني اعمل عروض وزي كذا، وكنت قاعدة اتدرب على الرقص. فكل يوم يعني كل مرة كنت اتدرب كان في ولدين مرات يعني يجوا لعندي ويتهابلوا علي وزي كذا، ويقولوا لي يلا ورينا لو انت فنانة ورينا رقصك وزي كذا. فذيك اللحظة انا روح قعدت اتدرب على الرقص، واتدرب امام هذيك الباب الكبير اللي زي المراية في الساحة، وقعدت اتدرب على الحركات واحاول انه اتقن الحركات. وهي حسيت انه انا جوعانة، لازم بعد ما تدرب هذا انه لازم اجيب لي اكل اللي هو العشاء. العشاء تقريبا من الساعة 5 لازم، هنا في كوريا من الساعة 4 لين 5 زي كذا يتعشى الطلاب، وفي منهم للساعة 6-7. فروحت انه اشتري اكل وسبت شنطتي واغراضي وكل شيء في المكان ده. وانا رايحة اشتري اكل رجعت ما لقيت شنطتي، قعدت ادورها وابكي وما اعرف ايش، فين شنطتي فين شنطتي، ورحت سألت الادارة وما اعرف ايش، مرة كنت معصبة. دخل بالي فكرت، قعدت افكر شنطتي اكيد احد اخذها، قلت ممكن ان الاداره شافوها واخذوها حسبوها انها ضايعه واخذوها. وقعدت ادور وشنطتي وابكي، وهي فيها بس الاغراض المدرسيه، كان فيها هذه ايش اسمه حقه الشعر اللي اسوي الشعر دائما كذا تلفلف الشعر، وكان فيها بعض الاغراض
اللي مثلا ما كان فيها اكل تقريبا، جوالي ما كان فيه، اخذت جوالي معاه بس الشاحن حقت الجوال واغراضي وكذا فيه. فاللي صار انه رحت سالت عند الاستاذ، الاستاذ قال لي ما لقى ولا شافه ولا كذا، بيعمل بلاغ ما اعرف ايش. ذيك اللحظه انا كنت مره متوتره وما كنت ابغى ارجع بيت وبدون شنطتي وابكي وما اعرف ايش. طبعا كل مره يصير لي موقف ضياع ولا اي حاجه ارجع ابكي، يعني افقد السيطره زي الاطفال. قمت رحت للبيت طبيعي وقعدت افكر وكذا، قلت لا كذا انا عرفت يمكن اكيد هذول الاولاد نفسهم اللي قد يتهابلوا علي ويتحركوا فيني هم اللي اخذوه بس عشان انتقام، لانه انا ضربت معهم وتعاقبوا معي. قلت اوكي، راح انزل منشور في الفيسبوك، والفيسبوك تقريبا معايا منهم كم واحد منهم اصحابي يعني اصدقاء. طبعا انت لما تروحي اول مدرسه او اي مدرسه كوريه لازم كلهم حتى اللي ما تعرفيهم يصيروا اصحابك بالفيسبوك، لازم شيء اساسي، تطلبيهم صداقة وهم يطلبوك عادي عشان يصير في منهم شنو وفي منهم اللي ما مو شرط انهم يكونوا اصدقائك مرة، وفي ناس اللي اصدقائك. بس اساسي هنا في كوريا اي واحد يطلب الصداقة لكل اللي في المدرسة عشان يعرفه شخصيا وزي كذا، ولو في امر طارئ يراسل وزي كذا بسرعة. نزلت من منشور سبيت فيه مين اخذ شنطتي، والناس يعلقوا لي واخذت لايكات كثير ذيك اللحظة عشان انا وير اجنبي وقلت كلام يوك، الناس يحسوا واو كيف اجنبي، يعني يحسوا انه هاي شخصية زي المشتة يعني شخصية واو. هنا في كوريا كذا نفس الشيء، يعني لما يشوفوا يضحكوا في منهم انه حاجة غريبة كيف تتعلم اليوم. قلت هذي الكلام قلتها، بعدين الناس كثير يقول لي إن ما نعرف كان فيها فلوس كان فيها حاجات، كان عندهم فضول يعرفوا إيش فيها. اليوم الثاني جيت كل الأولاد وكل يعني في أولاد ما مضايفتهم هم الأولاد نفسهم اللي يتهابل معايا وكذا، قالوا لي لقيت شنطتك فين راحت شنطتك؟ قالوا لا ما لقيت شنطتي، وأنا عارفة إن هم أغلبيتهم سرقوا يعني منهم اللي سرقوا شنطتي، ما أدري إيش اللي يبغوا من شنطتي ما أعرف. بس بالنهاية أقول لكم شنطتي محتواها كلها أغلبيتها قمايم، لأنه دائما أنا لما أكل أرمي القمايم في شنطة يعني ما أرميها في الشارع، بالذات أنا أقعد أكل دائما في الشارع يعني أكل حلويات أي شيء كلها، يعني شنطتي كان أغلبيتها قمايم والله أغلبيتها قمايم. الحين شنطتي هذه اللي أنا أخذها في الخروج أغلبيتها قمايم، أخواني كل مرة يفتش الشنطة فيشوفوا القمايم يعني ما يشوفوا حاجة. ما أدري إذا أنتوا عندكم نفس العادة تحطوه في القمايم. فاللي صار إنه أكيد يعني تصطدموا بس من تفاجئوا إنه ما في حاجة محرزة ما في. فالناس يسألوني فيها فلوس فيها مدري إيش، يحسبون إنه واو يعني بشنطتي بيلقوا فيها كنوز العالم. قلت لهم لا. نادتني الأستاذة وقالت لي تعالي للإدارة، بعدين قالت إنه في واحد لقاها وعطاها لهم. أنا طبعا ما دخلت هذه الموضوع في رأسي لأنه أنا متأكدة إنهم هم أخذوها، يعني ليش؟ لأنه بالنهاية رجعوها يعني ما لقوها إلا قمايم. اللي صار إنه رجعتها، وبعدين المشكلة ما نظفوا شنطة المقدرين يعني ما خرجوا من القمايم ولا شيء، بس لقيت فيها رسالة قالوا لي قالوا لي انقلعي أكيد يعني من كثر القمايم اللي شافوا قالوا لي حيوانات يعني سرقوا شنطتي بدون ما ينظفوها من القمايم وقذرين يعني وقحين. والله إنه زعلت أنا زعلت يعني على الأقل تنظفوها من القمايم، تنظفوها ترتبوا الأشياء فيها وبعدين ترجعوا لي. حين وصلنا لنهاية الفيديو، حبيت إنه أشارككم الموقف، حسوا موقف خايس يعني ضحك لحد ما. إذا حبيتوا القصة قولوا لي، وإذا أنتم عندكم نفس عادتي إنه تحطوا قمايم في شنطتكم وتنسوا تشيلوا، أنا طبعا أنسى أشيله يعني دائما أقول بحطه بعدين أشيله ونظفه بالنهاية ما أشيله. كمان حبيت إنه أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين للشعب السعودي باليوم الوطني للسعودية، شكرا لكم لدعمكم لي. مو معنى إنه أنا لما قدمت الإعلان أول إعلان لي للمتابعين السعوديين إنه معناته انه انا اكره باقية المتابعين، لانهم متابعين السعوديين هم اكثر ناس دعموني وقفوا معي وساعدوني كثير، واغلبية اللي يتابعوني هم سعوديين، واتمنى من كل الدول العربية تتابعني تدعمني مثل المتابعين السعوديين. واشكركم كلكم واحبكم كلكم واحب كل المتابعين من كل الدول. نهاية الفيديو اقول لكم باي. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.